زينب، رح نبدأ أولى محطاتنا الصباحية لليوم مع مسابقة ثقافية تنموية تقام على موقع فيسبوك والمركز الثقافي العربي بأبو رماني للمرة الثانية على التوالي، مسابقة القارئ الأفضل. هي أحد المشاريع مبادرة لنقرأ بالتعاون مع مؤسسة كون مبدعا التنموية ومبادرة معا نقرأ، وباحتضان من وزارة الثقافة ممثلة بمديرية ثقافة دمشق. لنحكي أكثر عن المسابقة بسنة نرحب معنا اليوم بضيوفنا سوسن محمود الفائزة بمسابقة القارئ الأفضل الجزء الأول، وسامر شريم مؤسس المسابقة ومبادرة لنقرأ. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح يسعد صباحكم. رح بلش معك سامر، خبرنا أكثر عن المسابقة بما أنه أنت مؤسس المسابقة، كيف بلشت فكرتها وبجزء الأول طبعا وبعدين بجزء الثاني؟ أول شيء صباح الخير، صباح الخير لكم، صباح الخير لسوريا. أول شيء مسابقة القارئ الأفضل هي بلشت كفكرة من مبادرة لنقرأ. هاي الفكرة نحن طرحناها على كل المؤسسات والمبادرات الموجودة عنا هون بالشام اللي بتشتغل بمجال التنمية الثقافية بشكل عام. هلأ الحمد لله لقت صدى عند المبادرات، وكان نجاح حتى قبل ما تنطلق انه نحن قدرنا نشبك مع مجموعة من المؤسسات اللي لها دور كتير كبير على الأرض، مثل مبادرة مع نقرأ اللي هي تعتبر من أعرق المبادرات على الأرض الثقافي، ومؤسسة كن مبدعة. لا الحمد لله نجحنا بالدورة الأولى، كان في عنا 12 مشترك شاركوا معنا وانتقلوا على النهائيات المركز الثقافي أبو رماني، وسوسن فازت وقتها بتصويت الجمهور كقارئ الأفضل تصويت الجمهور، وكان في عنا بالنهائيات كان في عنا فائزة أخرى بلجنة التحكيم. سوسن، لكن بما أنه عم نحكي أنه كان الفوز عن طريق تصويت الجمهور، خلينا نحكي عن مشاركتك أيضا بالمسابقة السابقة. هلا بالبداية صباح الخير لكم. أول شيء أنا ما كان يعني بالنسبة إلي إنه إني شارك بهيك مشروع، كون إنه أنا دراستي كتير بعيدة عن هذا الشيء، أنا متخرجة اقتصاد ودراستي كتير بعيدة، يعني كل شغلي بالأرقام. دراستك علمية كتير ما أنا أدبية، فإنه كان كتير صعب علي يعني إنه الاهتمامات الثقافية الكتب، بس جونا بالبيت كون إنه أبي مدرس لغة عربية، يعني كان دائما يحسنا إنه نحنا التعلق بالكتب تشجيع على القراءة. تماما تشجيع على القراءة، ف يعني انك تقدمي بدقيقتين عن كتاب هذا الشيء كان بالنسبة لي ما انه بالسهل ولكن ممكن يعني، والحمد لله. عن أي كتاب إنه قدمتي؟ نعم، عن أي كتاب؟ قدمت كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية، وكان يعني كمان هو من المواضيع اللي أنا كتير بحبها اللي بتتعلق بعلوم الطاقة تمام، فكتير كتير كانت بالنسبة لي مشاركة جدا حلوة. تمام، يعني حكينا سامر انه سوسن فازت عن طريق الجمهور، وكان في ايضا عن طريق لجنة التحكيم، كيف كان التصويت عن طريق الجمهور؟ هلا اول شيء نحن عن طريق الفيسبوك نحن عم ننشر الفيديو، عم بيجينا الفيديو، مثلا سوسن تبعت الفيديو لإدارة المسابقة لمنسق المسابقة اللي هو سامر فاعلي، دائما ما شاء الله عم يمنتج الفيديوهات وعم بيحط اللوجو وعم بيشتغل الفيديوهات وعم بينشرهم، هذا الفيديو اكثر لايكات، في عنا ثلاث محددات بالفيديو، المشاهدات، نحن بالأخير بدنا شيء قيمة مضافة، حدا يشوف الفيديو، يعني مو بس لايك ويمشي، المشاهدات، المشاركات، بالإضافة للإعجابات. المشاهدة لها علامة واحدة، اللايك له خمس علامات، المشاركة لها 10 علامات. فهذا الشيء يعني طريقة جديدة هي للتصويت انه عن طريق الفيسبوك. آخر شيء بنجمع، هلا طبعا سوسن وسماح كردي كانت المركز الأول، وسماح ما شاء الله يعني سوسن جابت 800 لايك يمكن على الفيديو و12 ألف مشاهدة، وما بعرف قد ايه كانوا المشاركات، فكانت الأرقام بصراحة. نحن لما نحط هدف للمسابقة يعني كان الهدف جبناه بفيديو واحد، يعني كان الهدف انه يكون في 12 ألف مشاهد لكل الفيديوهات، فاجا بفيديو واحد. طيب الفيديو الثاني كان نفس الأرقام، يعني حتى الفرق بالعلامات كان 200 علامة، نحن عم نحكي 12250 و12050 كانت. وبعدين بيجي لأنه سوسن وسماح يعني كتير انتشروا على الفيس، بعدين بتيجي الأرقام الدنيا أكتر. هلأ بعد ما يتأهلوا للنهائي اللي هو المركز الثقافي العربي أبو رماني، وهون أنا بشكر مديرة المركز رباب أحمد وبشكر مدير الثقافة دمشق اللي دعمونا دعم كتير كبير، ومعاون وزير الثقافة. المركز الثقافي أبو رماني في عنا نهائي، النهائي في عنا شخص بيوقف 5 دقائق بيحكي عن الكتاب، عن فكرة محددة عن نفس الكتاب ولا عن كتاب جديد؟ عن نفس الكتاب، 5 دقائق عن نفس الكتاب،
وهون في لجنة التحكيم. لجنة التحكيم كانت مو لجنة تحكيم عادية، كان في بينات المخرج السوري ريمون بطرس اللي هو أحد أقدم المخرجين السوريين، كان في عنا الكاتب الصحفي وليد معماري اللي هو أحد أقدم كتاب الصحفيين، وفي عنا الأستاذ حسين مخصوص اللي هو مدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها ويعد من مدرسين الأوائل بالوطن العربي، وهو بيعد مناهج بهذا المجال. وكنت أنا كمان موجود بلجنة التحكيم بسبب خبرتي بمجال التنمية الثقافية، فكانت لجنة التحكيم شوي حتى قاسية بتقييمها، فأخذت لقب القارئ الأفضل لجنة التحكيم الصديقة سناء مزوى، وعن جد ألف مبروك لسناء لأنه كانت متمكنة بطريقة كتير حلوة وكتير جميلة وأسرت حتى كل الحاضرين، وهي عم تحكي كانت عن كتاب قوة عقلك الباطن. طب سوسن، بما أنه عم نحكي عن المسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي، قديه مهمة هي المسابقات بتشجيع القراءة؟ يمكن عم نحكي نحن بعصر هلأ صار مواقع التواصل الاجتماعي فيها أشياء بتجذب يمكن الشباب غير القراءة، قديه مهمة هيك هي المسابقات لترجعوهم للكتب للثقافة للثقافات الأخرى؟ طبعا هلا هو يعني الانتشار كتير 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 كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بنفس الوقت نحن ما في حدا هلا هالايام تقريبا او نسبه قليله اللي بيقراوا بالكتب او بيهتموا بالاشياء الماديه، فانك تربطي الشيء المادي بالشيء مو مادي اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي فهي فكره كتير عظيمه. فالطريقه اللي انتشر فيها، الطريقه اللي نجح فيها، انه كيف انت كمان وقت تشوفي هذا الفيديو رح تاخدي فكره كامله عن الكتاب تماما بشكل يعني مختصر، فكيف يعني. انه انت يعني كنت انا وكذا مشترك فانت اخذت فكره عن كل الكتب لازم الكتاب يعطوكم تماما عم تعملوا لهم دعايه. هو شيء ما انه سهل انه انت تقدمي كل الافكار بالكتاب بس بدقيقتين او بخمس دقائق بتقدميها بشكل شفهي. كيف عملتي انت على انك تختصري هذا الكتاب يلي تمام هلا انا حاولت اني لخص اول شيء، يعني لخصت قد ما فيني، حاولت اني صيغ الحكي بطريقه انه كمان بدك انت اللي يسمعك يضل عم يسمعك للاخير، ما انه يشوف اول الفيديو مثلا ويقول انه يعني كيف انت ترابط بطريقه شيقه تماما. حتى الوقفه قدام الجمهور على المسرح انك تحكي بخمس دقائق كمان هذا شيء ما كان بالسهل، يعني كثير حضرت له وحاولت يعني ان يكون بس بقوي الشخصيه كثير كمان يعني ايه فعلا. سامر خلينا نحكي لك عن كمان عن اللي بيحب يتعرف اكثر عن هاي المسابقه، كيف يشارك فيها، كيف النشاطات عم تقدروا انه تعلنوا عنها، حتى لكل الشباب اللي مهتمين بالقراءه او بالكتب الجديده كيف يوم يتواصلوا معكم؟ هلا نحن صفحتنا على الفيسبوك هي اللي نقرا ليتس ريد، نحن اي حدا في يتواصل معنا على الصفحه، الرد عم بيكون بعد خمس دقائق مباشره لانه في ثلاثه ادمنز دائما متواجدين على مدار الساعه لحتى نحن نغطي، لانه نحن اليوم عم بيكون اليوم الاخير لاستلام الفيديوهات لمسابقه القارئ الافضل للدوره الثانيه، لانه الدوره الثانيه حتكون ب 13/9 واخر يوم للتصويت للجمهور 10/9 رح يكون. فاليوم نحن في عنا مثل حاله استنفار على الصفحه لانه بيجينا دائما الفيديوهات باخر يوم، يعني تصوري انه انتم بتحددوا الكتب ولا نحن بنحدد الكتب بموافقه وزاره الثقافه بوجود لجنه تحدد هاي الكتب، بعدين بنطرحها. طبعا عدد الكتب هن تقريبا 100 كتاب نحن طارحين يعني مشان يكون في عنا خيار واسع، بس نحن هلا اهم شيء بالنسبه للقارئ الافضل هو عملية الفكرة، يعني احنا عم يجينا فيديوهات كتير بس عم بتكون هاي الفيديوهات للأسف يعني ما فيها محتوى فكري قوي، وهذا الشيء عم بيخلينا نعتذر عن نشر، يعني بالأخير أنا بدي يجيني فيديو بدي اياه يكون على الأقل قادر انشره على صفحة واتحمل مسؤولية الأفكار المطروحة فيه. هلأ نحن لهلأ نحن ناشرين ست فيديوهات لمسابقة القين، بس نحن واصلنا كان 15 فيديو بس للأسف 9 فيديوهات بس معلى، يعني تجربة جيدة من قبل الشباب السوري. نحن رح نكمل حديثنا معكم ولكن رح نشوف المسابقة برومو المسابقة بالجزء الثاني ونرجع لنكمل حديثنا. بادرت لنقرأ بالتعاون مع مؤسسة كن مبدعا ومعا لنقرأ بتعلن عن انطلاق مسابقة القارئ الأفضل للموسم الثاني. هالمسابقة رح تكون على الشكل التالي، رح تحدد إدارة المشروع مجموعة كبيرة من الكتب لحتى نعطيكم خيار أوسع باختيار الكتاب يلي رح تدخلوا المنافسة عبره، ولحتى تكون جزء من هالمسابقة ما عليك إلا أنه تبعث فيديو مدته دقيقتين تحكي فيه عن فكرة بالكتاب يلي أنت اخترته أو عدة فكر إذا بتلحق بدقيقتين، وفوراً تبعث لنا يا برسالة
إما على صفحة لنقرأ أو برسالة واتساب، والمبادرة بدورة رح تنشر الفيديوهات المشاركة على صفحتها. الحكم الأول بهالمسابقة هو عدد اللايكات والمشاركات يلي من خلاله رح يتحدد من يلي رح يتأهل للنهائي يلي رح يصير ببداية الشهر القادم بالمركز الثقافي بأبو رمانة. هالنهائي رح يكون فيه فقط 8 مشاركين. طبعاً الأشخاص يلي مو موجودين بالشام للأسف ما رح يقدروا يشاركوا بالنهائي، بس بيقدروا يشاركوا بالمسابقة ورح ياخدوا شهادة شكر تنشر على صفحة لنقرأ. لنقرأ من أجل الحب، لنقرأ من أجل الحياة، لنقرأ من أجل التنمية، لنقرأ من أجل السلام. مثل ما تبعنا بالبرومو يعني عاملين كلمات لنقرأ من أجل الحياة والسلام، هي يمكن هي الكلمات كمان إلا لازم يكون محتوى فكري مثل ما كنت عم تحكي. شو الشروط لتقييم الفيديوهات اللي عم تصل من حيث الأداء، من حيث حتى اللغة؟ مثل ما قلتوا أنه في شروط معينة لازم تكون حتى اللي بده يبعث فيديو يعرف شو هي الشروط مسبقا قبل ما يتورط فيه. أول شيء أنا بدي أشكر البرومو، طبعا هو من عمل فريق الإعلامي لمبادرة المقرى، هو فريق إعلامي مستقل سيتا ميديا اسمه، فأنا بدي أشكر الشباب كله. هذا صوت صفاء تميمي ومونتاج أسامة رفاعي. هلأ بالنسبة للشروط، بكل بساطة المحتوى الفكري الحلو الضابط ما بيخبي حال. بالبداية لازم يكون هاي الفكرة متوافقة مع الكتاب. هلأ أنا مختار 100 كتاب، هالمية كتاب نحن اللجنة قارينهم كلياتهم. إذا أنا مالي قاري كتاب، في حدا باللجنة قاري ممكن يكون، فهو حيقول هاي الفكرة هي موجودة أو قريبة من الكتاب أو لا. هي أول شغلة، هذا أهم شيء. تاني شيء المحتوى الفكري تكون فكرة عن جد مطروحة جديدة. هلأ أوكي إذا فكرة يعني منظور مختلف، منظور مختلف، هلأ أوكي منظور ممكن يتكرر بس بطريقة بأداء حلو مقبول، بس يكون في فكرة تكون تشد المتابع ليكمل الفيديو. أما المحتوى الفكري على أرض الواقع مركز الثقافي أبو رماني مختلف التقييم، لأنه هون في أداء، هون في رهبة المسرح كمان عم تعمل، كانت مشكلة عند الشباب. لغة الجسد عم نقيم على أساسه، المحتوى الفكري بيرجع عم نقيم على أساسه، عم نقيم على أساس كمان خلينا نقول روح الشاب هو عم بيحكي أو الصبية هو عم بيحكي، الأريحية يعني كل ياتون عم بي والإقناع يمكن والإقناع كل هدول عم بيدخلوا جوات منظومة التقييم اللي عم تكون من لجنة التحكيم. لجنة التحكيم اللي عم تكون بالمركز الثقافي هي خليط حلو كتير، عنده خبرات مختلفة، عنده خبرات يعني في عنا خبرة السينمائية، في عنا خبرة الكاتب، في عنا خبرة الشاب المبادر، في عنا خبرة المدرس، خبرات مختلفة، خبرات مختلفة عم بتخلي التقييم حتى من منظورات مختلفة. نعم يعني سوزان بعد تجربتك هاي عرفنا انك انضميتي للفريق انت وصرتي عم تشتغلي معهم، قديش حسيتي انه يمكن صقلت لك شخصيتك هاي التجربة؟ تمام. هلا انا قبل ما اطلع على المسرح كنت سوزان، وبعد ما طلعت صرت سوزان تانية تماما، يعني خصوصي مثل ما تفضل الاستاذ سامر انه كان في يعني اشخاص انه بالنسبة لي يعني صعب انه توقفي قدامه وانت قاعده تحكي، فهذا الشيء فعلا كثير حسن لي من شخصيتي ويعني ودغري انه فتت مع الاستاذ سامر بالمبادره وصرت معهم بالمشروع. يعني عندي افكار انه انا ممكن اقدمها، بس صعب الواحد يعني الطريقه اللي بيحكي فيها صعب انه دائما يحسن يحكي. تمام. أكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق بالجزء الثاني من المسابقة، ومثل ما قلتوا يمكن القراءة هي حياة تانية وتعرف على ثقافات تانية. بنشكر وجودكم سوسن محمود الفائزة بمسابقة القارئ الأفضل الجزء الأول، وسامر شريم مؤسس المسابقة ومبادرة لنقرأ، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق، وكل التوفيق لكل المتسابقين الجدد بالمسابقة الجزء الثاني. شكرا لكم.